مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج مش بالكلام. لا صوت يعلو حاليا في الاوساط الاقتصاديه على خفض اسعار الفايده، وده بعد ما لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي قررت في اجتماعها الاخير نهايه الشهر اللي فات خفض سعر الفايده 1.5%. ومن وقتها كل الاحاديث هل نسبة الخفض دي مرضية للمستثمرين، وكمان لو ما كانتش مرضية هل في خفض جديد خلال الفترة اللي جاية وهيبقى كام لو ده هيحصل؟ والأهم هل الخفض ده هيشجع الاستثمار ولا لسه المسافة طويلة؟ كمان عندنا محور مهم جدا، فلوس شهادات قناة السويس، هل هترفع التضخم وهتأثر على الفايدة ولا لا؟ مقارنة لو بنتكلم على شهادات وأموال شهادات قناة السويس هنقارنها بودائع البنوك. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة في حلقتنا من البرنامج. وهنبدأ التعريف من اليمين، معانا النهاردة الخبير المصرفي الأستاذ محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. أهلا بحضرتك معانا. أنا محمد عبد العال. أهلا وسهلا. خلينا كمان نقول ان معانا النهارده الاستاذ محمد بدره الخبير المصرفي المعروف وعضو مجلس اداره بنك القاهره سابقا وحاليا عضو مجلس اداره البنك العقاري المصري، صحيح؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا فندم. على الجانب الاخر معانا النهارده الاستاذ معتصم راشد رئيس جمعيه مستثمري المناطق الحره الخاصه والمستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، وكمان كان مستشار اقتصادي لعده جهات حكوميه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا فندم. بكل تأكيد أن موضوعنا النهاردة موضوع مهم بيهمكم كلكم وبيهم المشاهدين، لأن سعر الفايدة مرتبط ببناء الاقتصاد المصري. لو هبدأ بحضرتك وهقول النهاردة قرار خفض سعر الفايدة قرار اتأخر ولا في توقيته، وكمان لو هربطها بنسبة الخفض حضرتك شايفها ازاي؟ ما نقدرش نقول أن هو اتأخر ولا تقدم، لأن الحقيقة المسألة علمية بحتة، وهي سلسلة معينة من الأرقام والمتابعات الاقتصادية مرتبطة بالسياسة النقدية. حضرتك عارفة في نوفمبر 2016 حصل التعويم. تعويم الجنيه المصري ترتب عليه قرار تاريخي لم يحدث من قبل، وتم بجرأة شديدة جدا، وصدر معاه صاحبه، مش تعويم الجنيه المصري فقط ولكن قرارات إدارية مصاحبة في شيل الدعم، وترتب على هذا وذاك ان ارتفعت الاسعار ارتفاع جامد جدا. معدل التضخم باختصار شديد وصل الى حوالي 33%. تمام. لك ان تتصوري ان بلد زي مصر يصل فيها معدل التضخم الى 33%، بلد فيها نسبة الفقر تصل الى 32%، فلك ان تتصوري حالة الناس تبقى شكلها ايه. ولكن كان هناك اقتناع من الدولة وإدارة الدولة وتضامن فيها معظم الناس ان احنا لازم ناخد قرارات صعبة عشان نقدر نخرج من مشاكل الاقتصادية اللي احنا عايشينها، وكان التعويم احد قراراتها، وبالتالي رفع الأسعار احد تداعياتها، وبالتالي معدلات التضخم اللي وصلنا اليها. هنا بدأ دور البنك المركزي باعتباره المهيمن الرئيسي على السياسة النقدية، فإنه وضع هدف هو السيطرة على تحقيق الاستقرار في الأسعار عن طريق استهداف ما يسمى التضخم. هو هنا بدأ دور البنك المركزي؟ أيوة. حضرتك عايز تقول ان قرار التعويم ما كانش قرار وسياسة نقدية للبنك المركزي؟ لا طبعا، حول حضرتك هو صحيح التعويم كان قرار مفاجئ، نتكلم بمنتهى الأمانة. لا لا، قرار التعويم احنا دخلنا في برامج اصلاح اقتصادي قبل البرنامج الاخير اللي في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي مرتين قبل كده. تمام. ودخلنا في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، ولكنها كانت بتتعثر وتفشل لان مصر ما كانتش بتكمل مسيره البرنامج. واخد بالك؟ لان دايما كان في تخوف من الحكومه انها تواجه الشعب بانها ترفع الدعم وتعوم والجنيه المصري يبقى بسعره الحقيقي. التداعيات والخوف من تداعيات مثل هذا القرار كان بيخلي كل واحد في السلطه يتردد. صحيح. لما تضافرت الاراده السياسيه مع الفكر الاقتصادي مع العلم مع المساعدات الدوليه اللي جايه من صندوق النقد الدولي والفنيه اللي جايه من صندوق، اتخذ القرار وتم القرار.
بعد كده البنك المركزي أعلن أنه هو بيستهدف التضخم. سياسته النقدية بتركز على استهداف التضخم. التضخم عبارة عن نقود كثيرة بتطارد سلع قليلة. ماشي. وبالتالي الحل هو أن أنا تأبزورب أمتص السيولة اللي في إيد الناس في كل القطاعات. ما فيش حاجة اسمها استثمار، ما فيش فيها عقار، ما فيش فيها مش عارف إيه. بمتص السيولة أدخلها أسكنها في مخزن اسمه البنوك. الوسيلة الوحيدة في وسائل كثيرة جدا البنك المركزي بيتبعها، أهمها رفع سعر الفايدة. تمام. من ضمنها وزملائي أساتذة هيقدروا يؤكدوا هذا، رفع نسبة الاحتياط القانوني علشان يمتص سيولة البنوك. من ضمنها أنه هو يخش بايع لسندات، لكن هو اعتمد أساسا على رفع سعر الفايدة. طيب اللي حصل بقى، خلينا ننتقل لحضرتك، اللي حصل في السياسات النقدية المصرية بعد التعويم وحاليا، وهو موضوعنا الأساسي النهاردة، خفض سعر الفايدة اتأجل ولا ده توقيت مناسب؟ ونسبة الخفض دي هل هي مرضية؟ وده هيبقى سؤال لأستاذ معتصم، علشان احنا بالتأكيد بنعمل كل الإجراءات دي علشان عايزين نشجع الاستثمار، لكن النهاردة هتوقف مع حضرتك على أكتر من نقطة. يمكن أستاذ محمد هو أنا اللي وصلت لغاية رفع هو يتكلم القرار الخفض الخفض القرار اتأخر. الخفض ده فعلا جاي بناء على سياسات علمية، لأن يعني كلنا عارفين وكل الخبراء شايفين أن ساعات كتير البنك المركزي أو البنوك المصرية أو حتى وزير المالية بيعلن عن قرارات، المفترض أن القرارات دي هتنزل من سعر الدولار، هتخفض سعر الفايدة، لكن بنفاجأ أن واقعيا في السوق ما بيحصلش. وخليني أبدأ بالسؤال الأساسي بقى عشان ما نكونش توهنا المشاهدين، قرار خفض سعر الفايدة اتأخر وهل النسبة دي مرضية؟ طيب هو طبعا سعادة الدكتور زي ما ذكر احنا في سنة 17 وصل التضخم ل 33% مما استدعى من السياسة النقدية، ودي كارثة اقتصادية. لا مش كارثة، لا احنا برضو عشان نرجع شوية للتاريخ نشوف الدول اللي عملت تعويم للعملة كان النتيجة بتاعتها ايه. احنا لو بصينا لدول اوروبا الشرقية اول ما تحررت من الاتحاد السوفيتي وعملت عملية التعويم ودخلت زينا كده في الاقتصاد الحر، كان نسبة التضخم فيها بعد اطلاق سعر العملة 1000% و600% و500%. فاحنا ما بنتكلم على 33% ما هياش النسبة، يعني لازم نقارن برضو في الاقتصادات الاخرى. السنة اللي بعديها اللي سنة 18 احنا الحمد لله قدرنا ننزل بالتضخم ب 15.4، وده تقريبا نص اللي كان موجود في سنة 17. السنة دي الحمد لله قدرنا نوصل لنسبة اللي هي أقل من 10% اللي احنا وصلنا لها إلى 9.7، وإن وصلنا إلى 8.7. معنى كده أنه بدأنا نحقق نتيجة للسياسة الخاصة بالبنك المركزي. تمام. وسياسة استهداف التضخم، فكان لازم ينزل سعر الفايدة زي ما طلع. احنا سعر الفايدة طلع ب 7% نتيجة التحرير سعر العملة. النهاردة احنا نزلنا من سنة 18 للنهاردة 3.5. السنة اللي فاتت نزلنا باتنين اللي هو شهر فبراير ومارس في سنة 18، والسنة دي 1.5، ده أول 1.5 بننزل فيه السنة دي، فبالتالي فيه نزلنا ب3.5. طبعا لو التضخم بدأ ينزل أكتر يبقى احنا بنتكلم على مزيد من نزول سعر الفايدة. على فكرة سعر الفايدة وليه جانبين، في جانب اللي بيتضرر بيه المودعين من ناحية، ده الناحية الشكلية، بس من ناحية تانية ما هو المستثمر والصانع أما بيتحمل بسعر فايدة مرتفع هو هيودي سعر فايدة ده لمين؟ هو مين الأهم عند البنك؟ المودع ولا اللي هيقترض الأموال دي علشان يستثمرها في مشروعات؟ لأنه هقول لحضرتك هو سعر الفايدة المرتفع أما بيتحمله الصانع بيحمله لمين في الآخر؟ للمستهلك. بالظبط كده، عشان كده أنا سألت السؤال يعني بطريقة دبلوماسية. فاحنا بنتكلم على تحقيق سياسه نقديه بتهدف الى تيسير، النهارده بنتكلم على تيسير نقدي علشان نشجع الاستثمار وعلشان نشجع مزيدا من المشروعات. طيب حضرتك هترد عليهم بقى لا انا عايز اقول بالمحور الثالث وتقول لهم نسبه الفايده اللي حصلت دلوقتي وهذا الخفض مرضي للمستثمرين ومشجع على الاستثمار؟ عايز اقول لحضرتك انا كمعتصم راشد، ويمكن كنا بنتكلم في الكلام ده بره، أنا كنت بقول إن سعر الفايدة لابد إنه ينزل على الأقل 2%. ده علشان البضاعة، لما تتكلمي بقى على المستثمر، لأن زي ما تفضل محمد بدر وقال، أول ما سعر الفايدة أولا بيرتفع
مش بيحمله المستهلك او سعر الفايده لما بيرتفع اساسا ما فيش استثمار مش بيحمله المستهلك. لكن اللي انا عايز اقوله لسيادتك الاهم من الكلام ده كله احنا انا التحفظ اللي انا بقوله كمعتصم راشد وبكتبه وبقوله وحافظه اقوله لغايه لما اموت ان انا بتحفظ على الممارسات اللي بتتم مع صندوق النقد الدولي، لان صندوق النقد الدولي اول انت ما بدات تعملي معاه مفاوضات انت عارفه ايه الاجنده اللي صندوق النقد بيقولها لك. صحيح. وكل ما كان يقال ان لا ده برنامج مصري 100% لا احنا في اجنده وفي تعليمات لابد انها تتنفذ، لو ما تنفذتش مش هتاخدي الشريحه اللي بعد كده. فالتعويم كان احد مطالب صندوق النقد كويس، رفع الدعم احد مطالب صندوق النقد وانا بسميه صندوق النكد اساسا. وهنا بقى عايز اقول كلمه، مهاتير محمد حينما سئل ازاي قدرت تحول ماليزيا من خرابه الى دوله من مصاف دول العالم، قال ان انا اخذت نصايح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحطيتها ورايا واشتغلت بطريقتي الخاصه مع الناس اللي موجودين في ماليزيا. انا كنت اتمنى ان نفس اللي حصل مع قناه السويس يحصل كويس، زي ما سيادتك تفضلتي واشرتي هناك ثقه في شخص السيد الرئيس كويس، والناس عندها استعداد انها تثق في الرئيس شريطه انها تجد المقابل في النهايه. الناس راحت حطت فلوسها في قناة السويس لأن الناس اللي خرجت معاشات والناس البسطاء اللي هي ما يطلق عليها الطبقة الوسطى اللي انقضى عليها في مصر نتيجة ما سمي بالإصلاح الاقتصادي كويس، الطبقة دي انتهت خلاص، في حين أن هذه الطبقة في أي دولة في العالم هي هي الطبقة اللي هي بتاعت العداله الاجتماعيه هي رمانه الميزان. بس استاذ معتصم دايما احنا بنسمع من الحكومه ان ده الدواء المر علشان خاطر احنا كان عندنا ازمه وكل الخبراء الاقتصاديين اجمعوا ان لازم قرض صندوق النقد الدولي مش عشان الرقم اللي احنا هنحصل عليه، علشان دي شهاده ثقه، علشان احنا كان عندنا مؤامره من العالم الخارجي، مؤامره سياسيه تحولت لاقتصاديه، وبالتالي كان لازم ناخد الدواء ده بشكل او اخر. سيادتك قلت لكن الحكومه بتقول، أنا ماليش دعوة باللي الحكومة بتقوله. أنا الحكومة بتقول كده وأنا ليا رأي تاني، أنا حر في رأيي ورأيي برضه مبني على أساس كويس؟ تمام. يعني أنا دايما أقول إيه؟ رأي الحكومة صواب يحتمل الخطأ، ورأينا كناس فاهمين أو ناس إدنا في الشغل رأينا خطأ يحتمل الصواب. لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش مختلف مع سيادتك. إلا في الاقتصاد؟ الاقتصاد على فكرة كما زي ما درسوهولنا وأساتذتنا موجودين هو علم الاختيار. ان ممكن الاثنين تعرض علينا مشكله انا وسيادتك، كل واحد فينا يقول حل، مش معنى كده ان انا حلي هو اللي صح ولا حلك، لكن كل واحد فينا له وجهه نظر. لكن دايما انا بقول ايه؟ ان العبره في النهايه المواطن. المواطن اذا انا متفق مع سيادتك ان احنا بناخد الدواء المر علشان نخف، احنا خدنا الدواء المر، تجرعنا الدواء المر مش خدناه، تجرعناه. ايه النتيجه لغايه النهارده؟ انا عايز اسال اي واحد من اللي موجودين في الاستوديو او بيسمعونا، هل انت النهارده ما يقال عليه الاصلاح الاقتصادي في بيتك حسيت بيه؟ اه ولا لا؟ اذا كانت الاجابه بلا كويس يبقى لينا موقف تاني من اللي بيحصل. ايوه بس في امور انا مش عايزه اكون انا بتكلمها، سيب ضيوفنا الكرام هم اللي علقوا على حضرتك، لا احنا حاسين ان في اصلاح اقتصادي كمواطنين. لو حضرتك مشيت في الشارع هتلاقي مشروعات الدوله اللي بتمولها البنوك المصريه، هتلاقي انها موجوده على ارض الواقع. استاذتي الفاضله، اذا لم تعود هذه المشروعات علي انا، ولذلك انا حضرتك مش بتمشي على طريق، انا بمشي على طريق. طيب الطرق اللي موجوده دي كلها حضرتك لو سمحتي لي، لو سمحتي لي البنيه الاساسيه مطلوبه. انا ما بقولش ما فيش نتائج، بقول في نتائج، لكن السؤال اللي بيتسال يعني انت عملتي لي مثلا، حدي مثلا، هديكي مثل انا عايش فيه كل يوم، كل يوم بشوفه الصبح وبالليل، طريق السويس. طريق السويس اتعمل فيه اصلاح رائع جدا 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 وبقى زي الشوارع اللي موجوده اوتوسترادات العالم. لكن في المقابل عندي كل يوم 5 6 بيموتوا. ليه سيادتك؟ لان مفيش رقابه على الطريق. كويس؟ اه الطريق كويس جدا. مش لازم نعمل الطريق الاول وبعدين يبقى في رقابه على الطريق؟ ما انا يا استاذتي اسمعيني بس، انت انا على فكره انا وانت مش ضد بعض. لا لا انا برد على حضرتك بصوت انا متفق ان هناك المواطن اللي ممكن يكون هناك شايف رؤيه ثانيه. هناك اصلاح تم، بنية أساسية أيوة، في إنشاءات تمت، في مشروعات تبشر بالخير، لكن المشروعات دي والإنجازات دي
انجازات مين ينقصها ايه هو ده السؤال اللي حضرتك يعني هتنور بيه الرؤيه الاقتصاديه علشان الدوله تستفيد منه. ينقصها ان انا كمواطن مصري اعيش على الارض اشعر ان انا السنه اللي فاتت كنت بصرف 100 جنيه في الشهر كانوا بيقضوني كويس، السنه دي عايز 300، لما ابتدوا يرجعوا يبقوا بدل 300 250 ابقى متفائل ان في خطوه ماشيه على الطريق. لكن ده انا الكيرف بتاع الاسعار لا زال بيرتفع كويس، وكل ما تكلمي اي واحد من المسؤولين يقول لك اقتصاد حر. هم فاهمين الاقتصاد الحر غلط. الولايات المتحده الامريكيه فيها رقابه على الاسعار، وعايز واحد يجي يقول لي ما فيش رقابه. في رقابه على الاسعار، واللي بيخالف بتتقطم رقبته. خلينا نقول هنا ان استاذ معتصم بيمثل المستثمرين والمواطنين اللي شايفين ان الدوله والحكومه والبنوك المصريه بتتكلم عن اصلاح الاقتصادي المفترض ان انا كمواطن احس بيه، احس بيه لما هيحس بيه الاول المستثمر اللي المفترض هيوفر لي مشروع وهيجيب لي سلعه المفترض ان سعرها يكون في متناول الجميع. كمان في نقطه مهمه. اتفضلي. يعني على فكرة اموال شهادات قناه السويس المفترض ان احنا خلال الايام اللي موجوده المواطنين النهارده شايفين ان اموالهم او اعتمدوا على نسبه ربح معينه، وبالتالي نسبه الربح المعينه دي هم ملتزمين بيها في مشروعات او في سواء حضرتك عارف ان كل مواطن مصري ممكن يكون عنده بناء على الربح اللي جاي له اخر الشهر ده هو عنده التزام. النهارده الدوله خفضت سعر الفايده في نفس التوقيت اللي اموال شهادات قناه السويس موجوده او المواطنين هيحصلوا عليها، فده هيخلي خيارات استثماراتهم متعدده، خاصه لو احنا بنقول في قطاعات في الدوله سابقه زي القطاع العقاري والمشروعات الاستثماريه. حضرتك شايف بقى التوازن ده هيتم ازاي، والبنوك المصريه او البنك المركزي المفترض يكون خطواته اللي جايه ايه؟ خلينا نبدا من اخر سؤال حضرتك قلتيه. ايوه حضرتك مهتم باموال المودعين دلوقتي والشهادات. قناه السويس، لان موضوع قناه السويس 64 مليار جنيه. 64 مليار جنيه دول لما اكتتبنا فيهم في 2014 كان لسه برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكانت اسعار الفايده فيري سموث عاديه خالص، ولما الناس اكتتبت فيها كانت ب 12%. يعني الريفند اللي هيرجع دلوقتي واللي يحب يكتتب فيها هيخش ب 14 مش ب 12. واخد بال حضرتك؟ المبلغ ده كله ثلاث ارباعه اصلا جاي من ودايع كانت موجوده في البنوك، والربع هو اللي جاي من تحت البلاطه او من استثمارات. الربع فقط هو اللي جاي من تحت البلاطه فقط، والباقي كله كان في الودائع. اللي كان معاه دولار حوله، ان ما انا بقول حضرتك الربع ده باعه ميكس، ممكن يبيع حتى عفش بيته عشان يعني دي مش اموال كانت خارج نطاق القطاع المصرفي. لا لا, 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 لا. كانت داخل. لما يوم 4 في الشهر هتبدا الريفند، معظم الناس اللي كانت حطاها في ودايع هترجع تعملها في ودايع تاني، او بعض منهم هيروح للاستثمارات المختلفه على حسب معدل الريسك اللي هو ممكن يتحمله. بالاضافه ان زي ما قلنا ان الناس فعلا كانت يوم ما قلنا عايزين لقناه السويس، انا اعرف ناس كانوا متصورين ان هم بيشتروا سهم في قناه السويس. صحيح فعلا. بس الدولة كانت في وقت من الاوقات بتقول انها هتطرح شركات في البورصة والناس هتبقى عندها اسهم. حماس الناس فعلا. يعني نيجي بقى لموضوع ان الدولة خفضت الاسعار عشان قناة السويس، يعني مش ممكن خفضت سعر الفايدة. سعر الفايدة عشان قناة السويس نازلة، مش ممكن يكون هذا الكلام منطقي، لان البنك المركزي مستهدف التضخم. لما التضخم نزل ل 8.7 هو اعلن التارجت بتاعه لغايه نهايه 2020 معدل تضخم 9% ناقص او زائد 3%. طيب هل يعني ده هيأثر على معدل التضخم؟ لا يا فندم خالص. البنك المركزي عارف ادواته كويس قوي، وفي بيانه الاخير لما خفض الفايده ما قالش ان انا بخفض الفايده على معدلات تضخم سائده حاليا، خلاص اللي ساد 8.7 دي انتهت. انما انا بص هحدد اسعار الفايده بتاعتي في المستقبل على اساس معدلات التضخم اللي جايه في المستقبل، ممكن يرفع ممكن ينزل، لو معدل التضخم ارتفع يرفع تاني. دي سياسه نقديه مرنه وحره. عايز اقول لحضرتك هي السياسه النقديه ها لازم تبقى مرنه وحره،
وخليني كمان احنا معانا خبير مصرفي. صحيح ان يعني المواقع لحضراتكم قريبه من بعض، لكن اكيد الرؤيه مختلفه. عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا اثرت فيها في كلامك قبل ما توجهي لي السؤال، وهو ان الناس اللي حاطه فلوس من القطاع العائلي هينخفض دخلهم لما انخفضت الفايده، وده صحيح. كلام مش مظبوط خالص، لا واقعيا ولا علميا. وخلينا نحسبها، القطاع العائلي ده قطاع مهم جدا بالنسبه للجهاز المصرفي، بيشكل 66% من ودائع البنوك من القطاع العائلي. عارفه حضرتك كم يبلغ ودائع البنوك الان؟ تقريبا تاتش ال 4 تريليون. يس. يعني ال 64 مليار دول لا يمثلوا نسبه، لا يمثلوا شيء خالص. بس بعد الفاصل هسأل الأستاذ محمد، هل ال 64 مليار لا يمثلوا شيء؟ وهل ال 64 مليار هيبقوا أو هيوجهوا لمشروعات أخرى في الدولة، ولا هيوجهوا لقطاعات مختلفة وهيخرجوا خارج القطاع المصرفي بشكل كامل، لأن توقعاتهم في نسب الفايدة اختلفت بعد الفاصل؟ مش عايزين ننسى الموضوع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي ما حضراتكم شايفين ان الموضوع شائك، المعلومات لازم تكون دقيقه ومن الخبراء، رغم ان موضوعاتنا النهارده بتهم مواطنين كتير. كل واحد فينا عايز يعرف البلد رايحه على فين، هيعرف البلد رايحه على فين من سعر الفايده، فلوسه رايحه فين، هيستفيد من الاصلاح الاقتصادي ولا لا. ويا استاذ محمد خلينا نقول دلوقتي أموال المصريين هي بالتأكيد 64 مليار، حضرتك متفق ولا مختلف؟ هي نسبة كبيرة بالنسبة للودائع البنوك، لكن في النهاية هي كانت رسالة مهمة. الرسالة دي هل ما زالت البنوك بتنظر ليها إنها رسالة المفترض نستكملها؟ لأن لما مواطنين البلد يكون عندهم ثقة في البنوك المصرية وودائعهم أم أموالهم ما تروحش لاتجاهات أخرى أو مشروعات أخرى في ظل الإغراءات اللي بيشوفوها من القطاع العقاري والذهب والدولار، حضرتك شايفين الموضوع بقى؟ حضرتك قول للمشاهد. طيب هو الأول زي برضو أستاذنا الفاضل ما ذكر، إحنا كنا بنتكلم على أما دخلنا هذا المشروع كنا بنتكلم على مشروع قومي، وكانت ثقة في سعادة الرئيس وثقة في هذا المشروع القومي، وبالتالي المبلغ هذا ال 64 اتلم في خلال اسبوع. احنا كنا بنشتغل يمكن ليل ونهار لغايه الساعه 12 بالليل علشان نقدر نلبي هذه الطلبات. اربع بنوك بس. نرجع تاني نقول بقى هو نسبه ال 63 قد ايه بالنسبه للودائع؟ زي ما استاذنا قال احنا ودائعنا طبقا البنك المركزي 3.7 تريليون جنيه. فبالتالي احنا بنتكلم على نسبه ما يعادل 2% او 2% تقريبا. ال 60% منهم او 70% منهم كانوا من جوه البنوك، يعني هو كان عنده وديعه قبل كده راح كسرها وراح واخدها في قناه السويس. اللي اقل من كده اللي هو 30% فقط هو اللي جاب فلوس من بره، اللي هو جابها من تحت البلاطه. فلو قلنا ان واللي جاب الدولار وحوله بعد كده يعني او كسب برضه، ما هو ده اللي تحت البلاطه برضه، كان في ال 30%. السعر الفايده على فكره المحافظ البنك المركزي في بدايه السنه قال انا مستهدف التضخم بحيث ان هوصل في نهايه السنه الى سعر التضخم 9% 3 زائد و3 ناقص من بدايه السنه. فاذا الهدف كان محدد من بدايه السنه. احنا النهارده من بدايه 2019 وقالوا عشان كان في تصريحات قبل كده ان الدولار هينخفض واستنوا 6 شهور والناس كلها يعني ما كانتش فاهمه التصريحات دي هدفها ايه. ما هو بدا ينخفض يعني، لكن احنا بنتكلم على التضخم، قال في استهدافنا التضخم احنا رايحين ل 9 3 زائد و3 ناقص، وده فعلا اللي احنا ماشيين فيه في الوقت الحالي. فبالتالي الهدف كان محدد. في اوعيه ثانيه موجوده النهارده، البنوك فيها اوعيه ثانيه بتفرق 1% بين السعر اللي موجود قناه السويس وبين الاوعيه الاخرى. احنا الأوعية الأخرى دي هنقدر نستخدمها في التوظيف للمستثمرين. وزي ما قلنا احنا هدفنا ايه؟ هدفنا زيادة الاستثمار، زيادة الاستثمار ده الشغل الأساسي بتاعنا. بس ده هيبقى محور مهم هسأله لحضرتك وهسأله كمان لأستاذ محمد عبد العال. البنوك أهدافها ايه؟ واختياراتها لما بيكون عندها أولويات أو الحكومة بتضغط عليها أو القطاع الخاص عنده مشاكل بتختار مين في النهاية، ولا بيكون عندها مصلحتها الشخصية هي اللي بتركز عليها؟ بس قبل ما يكون ده محور معانا لازم هنشوف
صرخات المستثمرين اللي كانت دايما بتطالب بخفض سعر الفايدة علشان يكون في استثمار محلي وطني على أرض هذه الدولة، لأن ده السبيل الوحيد لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر. هل الصرخات دي لقت اللي يسمعها؟ وهل حضرتك بتعتبر النهاردة أن خفض سعر الفايدة بهذه النسبة ممكن يكون مشجع على الاستثمار، ونلاقي أن في مستثمرين مش بس من الخارج، لا مستثمري الداخل موجودين بمشروعات؟ أولا سيادتك يعني انتهيتي بالنقطة المهمة جدا، إمتى مصر هيجي لها مستثمر خارجي؟ لما المستثمر الوطني المحلي يكون بيستثمر وبيتوسع ومستريح ما عندوش مشاكل، وبالتالي انخفاض سعر الفايدة ليس هو العامل الوحيد لجذب الاستثمار. وعايز أقول لسيادتك على حاجة، أنا كمعتصم راشد لا أثق إلا في شخص الرئيس، لا أثق، بقولها مرة تانية وتالتة وعشرة، إلا في شخص الرئيس. ليه رجل بيقول على حاجة بيعملها؟ أنا عايز أسألك سؤال. أيوة بس الرئيس هو قائد المنظومة، وبالتالي حضرتك لما تثق في قائد المنظومة بكل تأكيد لازم يكون كل محاورها وأطرافها حضرتك عندك ثقة فيه. طب أنا حديكي مثل بقانونين، مثل بقانونين، قانون الضريبة على الدخل اللي صدر أيام الدكتور بطرس غالي في سنة 2005، وقانون الاستثمار اللي صدر في 2017. كويس؟ أنا بس طالب إن أي حد في مصر مبتدئ في القانون، مبتدئ مش هقول متبحر في القانون ولا محامي ولا بتاع نقض ولا بتاع دستورية ولا بتاع أي حاجة، يقول لي إيه الفرق ما بين المادة 2 في قانون، المادة 2 من مواد الإصدار في قانون الاستثمار، والمادة 3 في قانون الضريبة على الدخل. كويس؟ أحد العوامل اللي تخلي المستثمر يجي احترام الدولة للقانون. احترام الدولة للقانون. أيوة بس كان مطلب مهم جدا تعديل قانون الاستثمار من المستثمرين. لو سمحتي. وحضرتك رئيس جمعية مستثمرين. وبالتالي المفترض حضرتك كنت من ضمن المنظومة الاجتماعية أو منظومة الدولة القطاع الخاص اللي ساهمت في القانون، وكان في اجتماعات بتتم في وزارة الاستثمار. أنت سيادتك قلتي بقى المشكلة الكبيرة. قلت يفترض ان انت ساهمت. انا بقول لك لا ما ساهمتش. ما ساهمتش لان ما كانش بيتم دعوه حضرتك، ولا حضرتك كنت مشغول؟ لا ما كنتش مشغول، بالتاكيد ما انش مشغول، بل بالعكس احنا رحنا مجلس النواب وتكلمنا وقلنا يا جماعه اللي بيحصل ده خدوا بالكم منه. عشان كده انا بطالب من هنا من البرنامج العظيم بتاعك ان يبقى في نائب رئيس وزراء للشؤون الماليه والاقتصاديه. عشان هو رئيس المجموعه الاقتصاديه نائب رئيس وزراء فوق الوزراء. ليه؟ لأن هنا النهاردة الصراع كل وزير عايز يبين إن هو، وده ظهر في القانون في مجلس النواب يعني. وده لا، وأنا هقول لصدق أدي قانون الاستثمارها لما أنا المادة دي، المادة 2 في مواد إصدار القانون مادة صريحة، وفي مبدأ في القانون بيتقال لك اجتهاد مع النص، ما دام في نص قدام عينيكي، مبدأ في القانون لا اجتهاد مع النص. هذا النص سيادتك قعدنا علشان ننفذه سنتين عشان ننفذه. والنتيجة؟ والنتيجة حتى لما جه يتنفذ في جزء مبطور من القانون. ليه؟ لأن هنا كان في وزير مالية وهنا في وزير مالية. خلينا نقول إن إحنا النهاردة مركزين في سعر الفايدة. وعلشان ما نشتتش المشاهدين ويكون عندنا نتيجه هنخرج النهارده بحلقتنا منها، مش عايز الناس تتخيل سعر الفايده حضرتك بيمثل رقم كام لدعم وتشجيع المستثمر الوطني؟ احد العوامل اللي هو رقم كام؟ لا مش رقم كام، يعني رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ لا 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 لا، شوفي رقم واحد الاستقرار، انت عندك استقرار ماشي واخدة بال سياسية. وعندك دعم من القيادة السياسية بدليل ان الرئيس قال انا على استعداد ان انا افتتح المصانع بنفسي الرئيس، وبالتالي انت عندك دفعة قوية. انت سيادتك بتكرري كلامي بس باسلوب تاني، بتقولي السيد الرئيس قال. صحيح. واخدة بال سيادتك؟ ايوه السيد الرئيس. اذا ده مناخ. لا السيد الرئيس اعلن مين اللي بينفذ، الناس اللي تحت. كويس؟ لما يبقى في عندك نص قانوني اهو هسيبهولك تقريه. نص في القانون، ها، وبعد سنتين نحصل على جزء منه، يقوم النهارده مذكره بتقدم من وزاره الماليه لمجلس الوزراء، ها،
للالتفاف على نفس المادة دي هي ها ونعمل تعديل تشريعي وتقولي لي استثمار؟ لا، الاستثمار مناخ، مناخ رقم واحد. أنا مستثمر جاي من برة تعاقدت معاك على في ظل النظام، هذا النظام إذا لم يحترم هلجأ للمحكمة أو هلجأ للتحكيم، كويس؟ وإحنا سمعتنا في التحكيم مش كويسة. كويس؟ اللي أنا عايز أقوله لسيادتك أن سعر الفائدة بالتأكيد عامل مساعد على الاستثمار، بالتأكيد عامل مساعد على الاستثمار، لكنه طيب بما ليس انها السبب الوحيد. بما ان سعر الفايده النهارده هو اساس حوارنا، لان كتير من المستثمرين كانوا بيطالبوا البنوك الوطنيه بانها تنظر للاستثمار، واذا كانت الدوله بتتجه لمشروعات كبرى بعينها فيجب ان يكون في دور للبنوك. البنوك دي هي اللي بتحدد عجلة الاقتصاد هتدور ازاي، والمفترض انها بتوجه كمان، يعني لو شايفة ان السير ماشي لاتجاه قطاعات معينة فالمفترض ان البنك يكون عنده اتجاه اخر. خليني بقى هنا استاذ محمد عبد العال، وانا اهو المرة دي مركزة في الموضوع. حضرتك شايف اللي بيحدد السياسة النقدية والاقتصادية للدولة وزير المالية ولا البنك المركزي؟ بنك مركزي. السياسة المالية بيحددها وزير المالية، والسياسة النقدية بيضعها محافظ البنك المركزي، ولكن كلهم بأهدافه؟ كل بأهدافه. السياسة وإذا اختلفت الأهداف؟ لا يمكن، يبقى علينا مجلس تنسيق، لابد يكون في تنسيق وتوافق تام ما بين الاثنين. شفتي ده الكلام بقى اللي أنا بقوله، وهذا التنسيق موجود وأنا بأشيد به، لأن أحد أهم أسباب نجاحنا في المرحلة دي وتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بشهادة جميع المؤسسات الدولية. ايوه، هو لسه حاصلين على جوائز دلوقتي كوزير مالية جوائز. احنا عندنا ارقام ومؤشرات وهذه المؤشرات لا تكذب. لا نستطيع ان احنا النهارده نفبرك ارقام زي ما كنا بنفبركها. احنا الاسبوع اللي فات كنا بنفبرك ارقام. ايوه طبعا، انت كانت تجرئي انك تعلني عن معدل الفقر رغم ان احنا عندنا برنامج اقتصادي نجح، ولكن معدل الفقر زاد ضحايا 32.5%. فهذا الرقم طالع من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، بنقول لمعدل النمو ارتفع لكذا، بنقول لمعدل البطاله انخفض لكذا، بنقول مؤشراتنا الاقتصاديه رايحه فين، بمنتهى الشفافيه بنقولها. ولكن احنا عايزين نشوف النهارده السياسة النقدية متجاوبة مع السياسة المالية ولا لا. تخفيض سعر الفايدة ده معناه ايه في علاقته بالسياسة المالية؟ معناها ان عبء الدين الداخلي اللي بتدفعه وزارة المالية بيقل. كل 1% بينزل في الفايدة بينزلك 10 مليار جنيه في الفايدة المدفوعة في ربع سنة. العجز في الموازنة بيقل. كل الحاجات دي داخلة في السياسة المالية. نرجع تاني علاقة الفايدة بالاستثمار، السؤال اللي حضرتك سألتيه. انخفاض الفايدة معناه ايه؟ معناه ان في ناس كانت بتحب تستلف عشان تعمل مشروعات جديدة او توسع المشروعات القائمة او تفتح المشروعات اللي قفلتها. صحيح. هناك ناس كثيرين جدا، انا مش بتكلم على صغار المدخرين ولا المتوسط المدخر ولا كبار المدخرين اللي هم بيمثلوا القطاع العالي، ولكن هناك مستثمرين لما رفعت الفايده الحكومه الفايده الى 20% عملوا سكويزنج وخرجوا العمال وحطوا فلوسهم في البنوك وقعدوا في نادي الجزيره او سافروا بره، وانا بسميهم العاطلين بالودائع. هم دول اللي احنا هنشوف هيعملوا ايه. أيوة، مين اللي صنع العاطلين بالودائع؟ اللي حصل ان هم لما ارتفعت اسعار الفايده لم يستمروا في استكمال، لان تكلفه الاقتراض بقت عاليه عليهم. استاذ محمد، بس التعميم هنا مرفوض. مين اللي صنع العاطلين بالودائع؟ ارتفعت اسعار الفايده علشان احنا متواجدين. مين اللي قعدهم في النوادي؟
مين اللي خلى سعر الفايدة 20%؟ وبالتالي أنا كمستثمر لما ألاقي نفسي إن أنا مضطر يكون عندي ضرائب وتأمينات وكهرباء وعمال وصناعة. ليس إحنا مش بنعمم. هناك مستثمرين قعدوا في البلد ولا زالوا على راسهم. أيوة أنا لما أسمع الكلام ده من أستاذ معتصم هقول دي الصرخات اللي بيننا المستثمرين. لكن النهارده أستاذ محمد عبد العال، أستاذ محمد قطرة، لما حضرتك تبقى شايف النهارده ان في مستثمرين وحضرتك النهارده شفتهم، ومش هقول انك صنعت في انهم يقعدوا في النوادي تحت مسمى ان هم عاطلين بالودائع نتيجه لسعر الفايده. طيب النهارده دور البنوك الوطنيه المفترض يكون اقدر اعلق بس حضرتك. يعني طبعا اغلب المستثمرين هم مستثمرين طبعا يعني وطنيين ومخلصين واستمروا يعني بالرغم من صعوبه الموقف، واحنا شايفين انه قدروا يستوعبوا الصدمه دي اللي هي صدمه بتاعه 2017. وما بنشوف الميزانيات بنجد ان يمكن اكبر او جزء كبير من ارباح يمكن تحقق في سنه 2017 نتيجه اعاده التعويض. احنا شفنا الميزانيات، احنا عندنا ميزانيات 17 و18، فبالتالي لا في عندنا شرفاء واستمروا. ولكن عايزين نرجع بس خطوه شويه، هو البنك المركزي ما بيحددش سعر الفايده برضه، احنا عندنا في لجنه اسمها لجنه السياسه النقديه. اوضح بس، لا انا عايزه اجابه على السؤال ده عشان الاستاذ معتصم ما يزعلش. لا بس هو مش زعلان اللي ما استمروش نتيجه الضغوط الاقتصاديه وارتفاع سعر الفايده، يعني حضرتك شايفهم انهم مش شرفاء فلوسهم بدولار طبعا نفس الوقت. دول مش صناع محترفين، يعني اغلب المخلصين المحترفين هم اللي بقيوا في الاوقات الصعبه. عايز اقول لسيادتك على حاجه، فرق ما بين كلمه رجل اعمال وما بين رجل صناعه. ده انا حفظتها من السيد احمد الوكيل تمام، ومن السيد محمد فريد خميس، ده عايز يقول رجل اعمال والتاني عايز يقول رجل صناعه، وفي فرق واحد. كبير ما بين الاثنين. فرق كبير بين الاثنين، في فرق كبير جدا بين الاثنين. مظبوط، احنا بنركز على ان رجال الصناعه هم الاولى بالرعايه. صح، لان قطاع الصناعه حضرتك هو اللي بيعمل توسعات، بيوجد فرص تجديد. هو اللي بيبني اقتصاد الدوله. مظبوط، هو اللي بيصدر. واحنا بنستثمر فيهم واقفين جنبه. وعايز اقول لحضرتك بس حضرتك مش معترف هنا ان في مرحله فارقه في التعامل مع المستثمرين بعد الثوره. لا الثوره ده موضوع تاني حضرتك، بعد الثوره بس ما زال المستثمرين النهارده عمالين عندهم فواتير لهذه الازمات لا تسدد، وبدل ما البنوك يعني الوطنيه تقف جنبهم. كان عندنا ازمه اقتصاديه شديده، كان عندنا نسبه نمو 1% اللي في نفس الوقت كان عندنا نسبه زياده في السكان 3.2 واغلب الزياده في نسبه الفقر هي الفتره دي. النهارده احنا وصلنا لنسبه نمو ما شاء الله 5.6، ده نتيجه مجهود، ده نتيجه مجهود ونتيجه الثوره اللي هي 2013. احنا كان عندنا الغاز عندنا مشكله، كان عندنا مراكب الغاز بتقف في المواني مش عايزه تدخل الا ما يدفع ثمنها. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله ما فيش حد ولا مصنع بيطلب غاز الا ما بيلاقي. في طاقه النهارده متوفره، في طاقه متوفره وزايده، فبالتالي في طفره، لكن ما نقدرش نتحاسب عن الفتره اللي قبل كده. احنا بنعالج بالارقام، وهطلب من حضراتكم كشف حساب للبنوك الوطنيه والبنوك الاجنبيه اللي موجوده على ارض مصر. بتفضل تمويل المستثمرين ولا بتفضل تمويل مشروعات الدوله واذون الخزانه والسندات؟ بعد الفاصل. أنا عايز أقول لك أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكنا عند أستاذ محمد بدرة. حضرتك وضعك كخبير مصرفي ومسؤول في أحد البنوك الوطنية النهاردة، حضرتك هل حضرتك شايف أن البنوك الوطنية عندها حالة من حالات الاستسهال، أن أنا النهاردة عندي أذون خزانة وسندات للدولة ومشروعات كبرى وطنية بتنفذها القطاع الخاص، ده الأفضل ولا الأفضل إن أنا أوجه عجلة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدي تسهيلات لمواطنين وصغار مستثمرين علشان هم دول اللي هيبقوا الأساس في تنمية عجلة الاقتصاد؟ تمام، أيهما بقى تختار؟ البنوك الوظيفة الأساسية بتاعتها هي الإقراض وليس شراء أذون خزانة، دي الوظيفة الأساسية ليها. الإقراض بكافة أنواعه، وإحنا عندنا هدف إن إحنا نمول جزء منها للشركات الكبيره وجزء للشركات الصغيره. ابتداء من سنه 16 البنك المركزي حط لنا سياسه ان تمويل المشروعات الصغيره يجب ان يكون 20% من اجمالي محفظه القروض للبنك.
ويتم تحقيق ده في خلال 5 أيام. وهو كان حكيم جدا أنه عمل هذه السياسة في شهر فبراير 2016 قبل ما يتم عملية التعويم للجنيه المصري. والنهاردة في 2019-2020 أنا أقول لحضرتك أغلب البنوك حققت هذا الهدف، فبالتالي هو طلع صف جديد من رجال الأعمال اللي احنا محتاجين. هم فين؟ موجودين. حضرتك شفتهم؟ موجودين. في صف جديد من رجال الأعمال نتيجة دعم البنوك وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجودين أعضاء جدد انضموا لحضرتك في جمعيات المستثمرين اللي حضرتك بترأسها. عايز أقول لسيادتك على حاجة. أنا بس يعني إيه طيب. عايزة الواقع طيب أنا بس يرد في حتة على القطاع المصرفي صغير. احنا عندنا برضو مشكلة كبيرة واحنا عارفينها، ان عندنا قسم كبير من الاقتصاد هو اللي بنسميه الاقتصاد الموازي او الخفي اللي هو بره الجهاز المصرفي. السياسة اللي كانت اتحطت، طب هو الاقتصاد الموازي ده حضرتك اصلا بتموله؟ ده طلبات حضرتك البنوك عشان تمويل اي مشروع صغير او متوسط او متناهي الصغر كتيرة جدا. طب اكمل؟ لا اتفضل. ما هي مبادرة المركزي اللي هي وصول ب 20% كان متلازمة معاها مبادرة اخرى بالتمويل بسعر فايده مدعم 5%. صحيح. وكان هي مبادره الرئاسه. بالظبط كده. وكان الهدف هو اكتساب جزء من الاقتصاد غير الرسمي. وهذا الاقتصاد غير الرسمي ده موجود وفي ارقام ما احناش عارفين متاكدين بس لما بسمع من حضرتك كان الهدف، يعني ما بعرفش هو الهدف ده اتحقق ولا ما اتحققش ولا لسه هدف؟ طبقا لمبادره البنك المركزي وطبقا لدفاترنا اللي بيراجع عليها مراقب حسابات خارجي الهدف هذا بيتحقق في فبراير 2020. يعني معنى كده ان اغلب البنوك وصلت الى هذه النسبه. جزء منهم فتح شغل جديد وجزء منهم اكتسبناه من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وده يعتبر نجاح. لان بدا يظهر قدامي وبدا يدفع ضرائب ورسوم وبدا يظهر قدامي، وده هيمثل دعم للمصانع الكبيره. برضه ده بيمثل صف تاني اللي احنا عايزين نبني عليه صف ثالث وصف رابع وصف خامس. دلوقتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف عام من الدولة ومن القيادة السياسية، ان النهاردة لابد من تمويل هذه المشروعات. بيقال ان اللي بيستفيد وفقا للقانون اللي استاذ معتصم بيشتكي منه كصوت للمستثمرين، ان القانون فيه مشاكل كتيرة جدا ما بتخليش البنوك تقدر تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين قوسين الجدد. فانت حضرتك النهاردة عايز حد يملي لحضرتك الاستمارة اللي فيها قواعد وشروط وضوابط وضمانات لا تنطبق ولا يستطيع ان ينفذها مستثمر صغير. بعيديني عن المشاكل القانونية، اسأليني في السياسات النقدية وأنا هجاوبك من منطلق السياسة النقدية. لما كانت أسعار الفايدة 30% في قمة مرتفعات، كانت البنوك بتقرض للتمويل المتوسط والأصغر ب 5%. إذا نخرج بره عن موضوع، طب في أرقام، في 200 مليار جنيه اعتمدهم البنك المركزي انتهوا لمشروعات صغيرة ومتوسطة. وأنا مش عايز، يعني أنا بتوقع وبستنتج من إحساسي وخبرتي. بس كويس إنك تسمع الكلام ده، لأن المعلومات اللي بتتقال كده فيها لخبطة. أنت بمنتهى البساطة تقدري تخشي على موقع البنك المركزي في الإنترنت تشوفي الأرقام، أو حتى تطلبي محافظ البنك المركزي هيقول لك الأرقام بمنتهى الشفافية. هذا المبلغ أنفق من خلال البنوك، وقبل ما تنزل المبادرة البنك المركزي حط التعريف واضح ومحدد ليه هو الصناعات المتوسطة وإيه هي الصغيرة وإيه هي متناهية الصغيرة الصغر، سواء بالنسبة لعدد العمال سواء بالنسبة لرأس المال. واضح ما فيهوش أي، والحاجات المطلوبة منتهى البساطة. إذا كنت أنت عايز قرض متوسط أو صغير، أنت عندك مكان، عندك سجل تجاري، عندك بطاقة ضريبية، عندك أي واحد بيبقى عنده الحاجات دي ياخد القرض. والبنوك حتى تارجتس 20% من الكريدت بورتفوليو بتاعها، ومراقبه ومتابعه من البنوك. النهارده البنك المركزي طالب من البنوك ان كل بنك يعين مراجع خارجي عشان يراجع محفظه التمويل الازهر هل هي راحت في مكانها ولا لا. المبادره ممكن تنتهي بانتهاء بنزول اسعار الفايده وتقاربها من السعر المدعم ده، لان احنا النهارده في اسعار فايده رايحين انها تنزل، فمش محتاجين حتى اسعار فايده مدعمه للتمويل اصغر، لانها متجهه لنزول مع نزول معدلات التضخم. ايوه بس مفترض ان انا اشوف ده في مشروعات موجوده على ارض الواقع. موجوده
ما هو انا اثبتها لك ازاي؟ لا اذا انت ان حضرتك تقول لي النهارده ان في البنك الاهلي المصري مول 30,000 مشروع، ففي 30,000 ورشه او مشروع صغير موجودين على ارض مصر عينوا ناس. لو سمحتي اطلبي الاستاذ هشام عكاشه دلوقتي بالتليفون وهيقول لك، او الاستاذ يحيى مفتوح هيقول لك الرقم كام اللي موله بالمليارات في التمويل الاصغر. مليارات. يبقى حلقتنا اللي جايه مشروعات مولت من البنوك الوطنيه او البنوك الاجنبيه بتمول لاول مره بنسبه 5%. البنوك القطاع العام بتلعب دور في المرحله اللي فاتت دي في السندكيشنز والقروض المشتركه لتمويل مشروعات كبيره بميزانيتها 4 و5 و6 مليار. البنوك الصغيره ما تقدرش تعملها ولا محافظها ولا راس مالها ولا الكابيتال. طيب احنا عايزين نظهر ده للمواطنين ونقول لهم ان في مشروعات جديده موجوده على ارض مصر نتيجه ان في سياسات ماليه واقتصاديه ماشيه في الاتجاه الصحيح. مع نزول اسعار الفايده بقى. طيب دلوقتي بقى ايام وهتنتهي فتره محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عام. لو هقول للاستاذ محمد عبد العال النهارده حضرتك بتقيم هذه الفتره ازاي؟ وشايف هل هو نجح في هذه السياسات؟ وكمان لو في بدايل حضرتك شايف ان في ممكن يكون بديل، او هنقول حد هيخلف الاستاذ طارق عامل موجود وجاهز في هذا القطاع اللي فيه زخم كبير جدا من الخبراء البنك المركزي؟ هناخد اراء حضراتكم الثلاثه. لا انا هقول لك على حاجه، ده سؤال ما يجاوبش عليه اي واحد مصرفي يعني. لا 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 بالعكس، احنا كانجازات برنامج بلاكس. اقتصادي لازم يكون في عندنا بدائل لكل مسؤول في الدوله علشان نطمن ان احنا دوله مؤسسات. يعني ايه ما يجاوبش عليه واحد مصرفي؟ بطمنك على كسياسه نقديه ومش اشخاص. الاستاذ طارق عامر قبله كان في محافظين وبعده هيكون محافظين، لكن انت لما تبصي النهارده للكوادر الموجوده في البنك المركزي هتلاقيها بيج ديفرنس من التاهيل والخبره والتعليم والتدريب الخارجي. قمة الخبرة موجودين الناس النهاردة في البنك المركزي، وبالتالي لا خوف على الإطلاق. كل وكلاء المحافظ كل واحد فيهم يستطيع أنه هو يبقى محافظ بنك مركزي إذا يعني تمتع بالتاتش السياسي مع التاتش المصرفي. فاطمئني من الناحية دي. هل بتتوقع استمراره؟ الأستاذ طارق عامر أدى دور تميزه شخصياً كان في موافقته على ما كانت تنادي بالإرادة السياسية. لأن ممكن يكون هناك محافظين كان ممكن يقدموا استقالتهم لو في حد قال احنا عايزين نعوم الجنيه المصري. وفي محافظين قدموا استقالتهم بالفعل ورفضوا ان هم حتى يرأسوا وزارة البلد في توقيت صعب جدا. علماني. هل حضرتك بتتوقع ان يستمر؟ وده سؤال نهائي لحضرتك. ما اقدرش، انا اتمنى ان كل واحد ناجح في سياسته يستمر. لكن هو أدى دور متميز جدا بشهادة كل المؤسسات الدولية والجوائز اللي خدها والبرفورمانس. احنا الاحتياط النقدي كان كام وبقى كام؟ طيب الجنيه المصري كان كام وبقى كام؟ أهم الإيجابيات والسلبيات اللي كانت في فترة محافظ البنك المركزي الحالي السيد طارق عامر، وهل حضرتك بتتوقع إنه يكمل ولا ممكن يكون في محافظ جديد لرؤية مختلفة لوضع سياسة جديدة ممكن تتناسب مع الوضع الحالي؟ طبعا السياسة النقدية لعبت دور عايز أقول تاريخي يمكن مش هنشوفه إحنا في جيلنا مرة تانية، اللي هو تحرير الكامل لسعر العملة. طبعا. وكان يعني الحقيقة ده دور العبء الكبير جدا على السياسة النقدية وعلى محافظ البنك المركزي، وكان يتطلب جراءة شديدة، وهذه الجراءة أنا أعتقد هي برضو جراءة سياسية، لأن برضو عندنا رؤساء قبل كده ترددوا. وإحنا عندنا علامة طبعا في سنة 77 أيام رئيس السادات الله يرحمه، عندنا علامات كتير تردد في هذه النقطة ورجع فيها. لكن الحقيقة هو قرار سياسي مع قرار اقتصادي. إحنا نبص نشوف تقييم مصر من ناحية المؤسسات الدولية، مؤسسة التقييم قبل المحافظ الحالي كان شكلها إيه. كنا بنتكلم على دبل بي ماينس مع نظرة سلبية. والنهارده يوم الخميس كان عندنا تقييم جديد لاحدى الوكالات بتتكلم على بي 2 مع نظره مستقره. مفيش سلبيات حضرتك شفتها خلال هذه الفتره وجود أو فوائد نقديه بالعمله الاجنبيه؟ واستاذنا الفاضل موجود ان اي مستثمر النهارده بيجي يطلب فتح اعتماد
الدولارات موجودة. احنا كنا في فترة ما كانش عندنا فلوس نقدر نفتح بيها اي اعتماد الا يمكن زي ما حضرتك عارف كان بطوابير. النهاردة احنا عندنا فائض كبير وعندنا اكبر احتياطي نقدي في تاريخ البنك المركزي موجود. حضرتك بتتوقع استمراره؟ سياسة انا اتوقع استمراره واتمنى استمراره. استاذ معتصم بتتوقع استمراره وبتتمناه كمستثمر؟ الامنيه هنا يعني ملهاش مكان. لكن انا متوقع استمراره. هتقولي لي ايه سلبيه الفتره اللي فاتت؟ طب قولي لي الايجابيات الاول عشان مش كل حاجه تقولي السلبيات كده، لازم يكون في رؤيه فيها تفاؤل يعني. هو نفذ اجنده صندوق النقد كويس، وده في حد ذاته تقييم القياده السياسيه له ده كويس. واخد بال سيادتك؟ لان ما كانش في حد قبل كده زي ما تفضل محمد بيه بيوافق على هذا الكلام. لكن انا مثلا لما هتيجي تقولي لي طب انت رايك ايه في التعويم؟ لا انا بختلف في التعويم، لان التعويم انا عملت تعويم كامل للجنيه في كذا وسيله للتعويم. احنا فتحنا صدرنا، وصندوق النقد على فكره قبل ما كان لما كان بيطالب بالتعويم، وانا بتكلم قدام اساتذه مصرفيين، كانوا متوقعين ان سعر الجنيه لا يتجاوز 12 13 جنيه، وكانوا بيقولوا الفرق 15% ما بين السعر المعلن. طيب هو السؤال، حضرتك بتتوقع استمراره؟ انا متوقع استمراره. وبتتمناه؟ لا دي قضيه ثانيه. طيب خلاص اجابه حضرتك يعني اجابتي حاجة. اذا كان سيوقع اتفاق اخر مع صندوق النقد فانا لا اتمناه. خلينا نقول ان وقت حلقتنا انتهى مشاهدينا الكرام، لكن موضوعاتنا الاقتصاديه ما بتنتهيش. اسمحوا لي ان اشكر ضيوفنا. استاذ معتصم بشكرك على وجودك معانا، استاذ محمد عبد العال بشكر حضرتك معانا، استاذ محمد بدر بشكر حضراتكم، وان شاء الله احنا هنكمل حوارنا، وعايزين بالارقام نوضح للمشاهدين دور البنوك المصريه في دفع عجله الانتاج. مشاهدينا الكرام ان شاء الله حلقتنا اللي جايه هنقدم كشف حساب للبنوك الوطنية والبنوك الأجنبية اللي موجودة على أرض مصر، مين قدم ومين مول مشروعات صغيرة ومتوسطة ونفذ أجندة القيادة السياسية. بشكركم مشاهدينا الكرام، ومع خالص تحياتي منال السعيد.